يو داري، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. عارف راسك تعطاش بزاف باش ندير فيديو. الطريق اللي ورايا شبه ماجوره، ولا واحد كيدوز منها دابا راه تقريبا واحد 10 دقائق وانا واقف كنتسند غير شي موطور ولا شي طوموبيل ولا شي حاجه، راه والو والو، وانا بوحدي هنا في هذه الخلا هذا. شوف كتشوني غادي لواحد القريه مهجوره، مازال لي تقريبا على واحد 30 كيلومتر باش نوصل ليها. فاش كتلقى شي بلاصه مهجوره فهاد الشيء واحد هي زوين وخايبه. علاش زوينه؟ حيت تحس بواحد الحريه تقدر دير اللي بغيتي، وخايبه حيت تقدر توقع عليك الله يستر شي حاجه، شي اون بان شي حاجه، بقيت هنا ولا واحد كيدور ولا انسان كيدور. حتى انا من قبيله ولا كنتسند شي موطور ولا شي بيكالا ولا شي طوموبيل، والو والو والو. وحده شوف الطريق اللي ورايا قداش طويله، خاويه من هاد الجهه خاويه. توقف هنايا، نسلم عليكم، نبداو الفيديو من هنا الخوت باش نقول لكم. انا عاود رجعت عاود ثاني من بعد، حتى وقفت واحد شويه. علاش؟ حيت كانوا عندي واحد الاسباب تقنيه او اعطال تقنيه، الكاميرا ديالي قديمه خسرت ليا، ما بغيتش ناخذ بحالها، بغيت ناخذ شي كاميرا اللي تكون زعما بيرفورمانس اكثر منها شويه. الكاميرا اللي كانت عندي اخوت هي هذه الجو برو هيرو 9، ما بغيتش ناخذ بحالها، قلت برك شويه ناخذ الكاميرا الاخرى ديال هذه السيري. هذه الكاميرا اللي كنصور بها دابا هي الجو برو ايرو 12، اخر كاميرا في هذه السيري. هذه ما بغيتش ندير لها انبوكسين، داك الشيء مهم راكم عارفين. بغيت نجي نصور بها نيشان، وهذا اول فيديو كنصوروا بها، مازال المغامره طويله قدامنا. انا غنحاول ندير لكم بحال الفلوق الدراري، بحال نتوما غاديين معايا، فهمتوا؟ البصل اللي غادي نلقاها غادي نوقف فيها نصور لكم فيها، نقول لكم شنو كاين فيها الداخل. بعض المرات كنستمتع بالتراك اكثر من البلاصه اللي كنمشي نصور فيها. والله شنو التراك كيديرها؟ شي ديال الويسترن، ما كاين حتى شي واحد، والو. ها تشوف، بقاو معايا، واش غادي يبان شي واحد ولا ما يبانش شي واحد؟ والو والو والو. A few moments later. خوت اللي بغيت يا خفويت، شوف يخرج. والله يلاه كثرت العام كتضحك. دابا الطريق هذا فيك دي الله اعلم، لا عارف انني قريب من واد ام الرابع. الحاجه الزوينه اللي عجباني ومصبراني حتى الان اني كنكتشف بلايص جداد، نحاول نصبر راسي في هذه اللحظه. مشكل عادي عادي، ما تبقى هذه كلها بحال هكا، الا بقات هذه كلها بحال هكا راه الدمار الشامل صراحه. هادشي ما اتفقناش عليه، الطريق هذا راه من ايام فرنسا، راه صافي داب الدابج، بقى غير الارض، ولكن غنكملوا هذوك كملوا باذن الله، يكون كل شيء بخير وعلى خير، وغنلقاو الباص اللي بغينا نمشيو ليها. مركز جماعه ولاد غانم، فيها واحد القريه كانوا فيها الانجليز اخوت، كانوا بريتش بترول، واحد الشركه انجليزيه كانت كدير تلقيب على البترول، ولكن ابارامون ما لقاوش بزاف من بعد ديك الباصه سدوها، هذوك المساكن اللي كانوا كيسكنوا فيهم مشاو وخلاوهم. انا غنمشي تما باش نصور لكم الدراري القريه كيفاش ولات وعلاش سدوها بحال هكا. بقى اخوت 16 كيلومتر بحال هكا. الخطا اللي درت انني استعملت ويز اللي خرجني في هاد الطريق المهجوره من عهد الاستعمار، الحاله ديالها كانت كارثيه وضيعت ليا بزاف ديال الوقت. باش نرجع للور كان امر مستحيل، حين ضربت النص في هاد الطريق المهجوره اللي فيها غير انا بوحدي. واخا كانوا هاد المواقف صعاب انا كان عاجبني الحال، حيت بالنسبه ليا هذه هي المغامره الحقيقيه. واو والله ما تيقوا شنو لقيت هنايا، شي واحد الدار قديمة هنايا، اشنو فيها؟ فيها باطو، شكون اللي يخلي باطو هنا؟ خوش نطلع نشوفها ضروري. قديمة الدار بحال الدار ديال البحارة، بحال شي حاجة بحال 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 بلا بسم الله. شو اللي بيجي الخوت؟ خاف دار قديمة هادي، باش هادشي بغازا، هادي 100% دار ديال البحارة، حيت برا لقيت واحد الباطو تا هو مهجور. أنا نوريه ليكم الدار، تورخ شنو هادشي؟ شو العباد تراك عارف هاد العباد؟ شي غار طويل، شنو فيه؟ شوفوا لي البلانات، واو بلانيت سي، غير كيلو بحال الماتريك ديال في الماء، نقدر نطلع لي الفوق. يلا الرئيس، يلا الرئيس، يلا الرئيس، طلعت طلعت.
شو راه فيه الماء ديال الشاه؟ شو ترى كبير. المشكلة راه عرفتي فين كاين الماء وصل كاين شي واحد هنا ما. كيبقى السؤال اين الطريق غنمشي منا؟ هادي وكاينه هادي كنا على الله حيت خلي هذيك هادي بات لي نقيه بات لي مزيان. دابا عرفتي واش دافت المسافه كامله وهاد التماره؟ انا دابا فواحد القريه كيعيطوا ليها العويجه او العويجات كل واحد كيفاش كيسميها. كنظن انها كانت قبل واحد القريه منجميه كانوا كيشدوا منها سوا الرصاص ولا شي حاجه بحال هكا، وكانوا دايرين مساكن ديال العمال بحال الستيل ديال الاحولي. بزاف ديال الدوه هنا في الطريق مهجورين. عمري ما جيت لاول مره غادي نجي الا تكتشفوها معايا. غنحاول نكتشف الدراري بشويه بشويه البلاصه هذه حتى نتعرفوا عليها مزيان ونشوفوا شنو كاين فيها. في الدخله ديال القريه كتلقى واحد البانو كبير قديم، هذا ما عرفش من سنه، اعاده بناء منشاه فنيه بالنقطه الكيلومتريه 15. كانوا غيشدوها الباص هذه غادي يعاودوها في البني وغادي يردوها بحال منشاه فنيه، ولكن هذا المشروع باغا ما نجحش. البانو براسو رشا، يمكن ما خرجش لهم بيدجي ولا شي حاجه، ولا البيدجي خرج ودروا ليه ربندز. والله ما عرفتش اهنا شنو كان. انا نطلع الخوت الفوق ونبداو نكتشفوا على بركه الله. ليتسكو ربان لي واحد العباد زوين لهيها. شو الديور هنا كانوا زوينين. هادو الخوت كما قلت لكم كانوا هما المساكن ديال العمال، وانا بحال هاد الدور فايت شايفهم الصراحه في احولي، وفايت شايفهم في واحد السد حتى هو مهجور. شو كيدايرين من الداخل؟ انا بحال الديور كبار فيهم القواس، المهم الشكل مغربي ما عرفتش علاش ريبهم بحال هكا. واش واحد جريب هادشي ولا راه بالراس؟ والله ما عرفتش. راه كنتمشى بحال كاين ابوكاليبس، بحال جا شي وباء وفرت كلشي، مرض كلشي مات، مابقاش غير انا بوحدي. واش كتخيل المنظر كيدير؟ شوف والو، جميع الدور مخربين، جميع المنازل مدمين الدراري، شي واحد ما بقى. ترى جاني واحد الفضول ما يمكنش. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الله اعلم شنو كاين. كان بحال الحمام هذا 100%. اوب بين غير كان يكون سبيطار، جامع صغير، ولا تكون مدرسه، مهم بحال هادشي. خرج من بحال الدور اللي كاين هنايا. كاين اونفاس راه حاولوا شدوهم ولكن راه ما قدروش. شنو باقي نتي راه باغي جاي هنايا هنا فوق؟ ما شنو كاين فوق؟ راه واحد البنايه الفوق غريبه كما نطلع على الدار. الله اعلم شنو كان تاو هذا. او واش بطل حشون قاردت جونكار هذا؟ يمكن هذا، كنظن ان هذا كانوا كيديروا هنايا كيصابوا الكاميوات، كيطلع بحال هكا هنايا كيطلع الكاميو الطوموبيل وكيصح. يمكن ما مأكدش الصراحه. بلاصه واعره صراحه. هذه راه كانت قنطره الشوا، ملي كيحمل الواد كيدوزوا منها. السياره لعبتش، مابقاش الماء كيدوز منها واقيلا،
الا لا كان حامل الواد وام الربيع نحاول ندوز من هنايا. شو السخر بحال ديال البحر الداري، سبحان الله شو السخر كيدير، شو بغيتي بحال البحر، شو اشكال الداري قسما بالله بحال تقول كان البحر هنا. ولكن واحد اللعيبه تيقول لك راه البحر كان داير على العلب كامل، والله اعلم واش المعلومه صحيحه ولا لا. باش كنفهم شنو كان هنايا، هذا الخوش كانت بحال كارير الدراري او مقلع ديال استخراج هاد الماده هادي، بحال الرصاص واقيلا بانت لي انا بحال البروف، والله اعلم اش كان هاد البلان. وراه باقي كتستغلوها شو تاري، باقي كتستغلها يا هي باقي الكيميوات لاطراس ديالهم هنا. رحت السرح شويه هنايا طلعت فوق القمه، ها هو الفياج لتحت. وانا طلعت هنايا كنحاول نفهم شنو كان هنا في هذه البلاصه هذه، على ما بان لي الخوج واحد 90% هذه البلاصه هذه كانت كتستعمل في استخراج واحد النوع ديال الحجر هو الكياس كما نقولوا حنا في الدارجه، اللي كيتستعمل في الطريق يديروا به الشانطيات الكودره وداك الشيء. انا من الصباح وانا كندور من الصباح وانا كنكتشف سبحان الله هذا الشيء كيفاش كان كيفاش ولا صافي والو خاوش على عروش هذه البلاصه. تخيل الحجم ديال الفلوس كانت كتخرج من هنايا، ولكن للاسف اليوم بقى واقف. الدراري اللعيبه هادي بي بي واقيلا كتعني بريتش بترول ولا شي حاجه بحال هكا قديم هاد البلاكه هادي، وانا ما عرفت شنو كان عاوتاني هنايا، انا مخور عاوتاني. المهم انا غادي نكمل كاين واحد الفيلاج هنايا سميتو سيدي غانم ولا شي حاجه، انا غنحاول نقرب ليه ندير واحد لابوز الدراري شو وجهي كيفاش ولات. الله يجي ان شاء الله تعيش بالله، عيت 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 انا بصح. نحاول ندير بوز في هذا الفيلاج هذا ومن بعد نكمل الطريق ان شاء الله لبلاصه اخرى. باقي ما يتشاف الدراري، باقي ما يتشاف. لقيت واحد العوينه دايرين في سبيل الله هنايا ولا في الماء. شو الخوت غسل وجهي شي واحد الصاد بسم الله. واه هنا كاين الماء بسم الله. عندي الماء ديال الشريب بغيت نخلى وجهي، بغيت نعرف فين وصلت دابا مستعدين. شوف وا خوت سد قداش راه هو مهجور الدراري ماركو ما خدامش. شوفوا هاد ليزيكيب مو كاملين واقفين، هاد ليزيكيب مو شوف شو تسلسل قداش تبارك الله، هذه مخداماش 100% شي قديم قريب في داك الشيء. واو شو اللي عنده لافوبي ديال العلو ما يشوفش من تحت صراحه. شي زكيب مقدام واحد بحال بحال السماطي كيطلعوا شي حاجه. شو واقفين هادو هما اللي كيحلو البراج. شو ماما عاوتاني اول ما كيدوز شو الما كيدوز كيدوز من الواد ومن الربيع كيدوز هنا. ثم كينزل الدراري واو انت واش كيعمر هذا كيعمر حتى الفوق شنو اللي حبته هنا. هاد الناس ديال الدوار هذوك كيشربوا كلهم من هاد السد هذا، كيديروا بحال تيوبات وكيديروا البومبات ديال الماء كيطلع من الماء حتى الفوق. هذا هو السد الدراري. وغير هنا الدراري كاين واحد القريه عاوتاني مهجوره فاش مصورها